مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية ومتابعي برنامج ظلال أصيل في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في هذا التلاقي الجديد وهذه الأمسية المتجددة بمتابعتكم لنا دائما، مساحات متنوعة ومتجددة في ظلال الأصيل نطوف من خلالها على عدد من مساحات الجمال التي نقف فيها في البداية على إحدى المبادرات الخيرية، ثم ننتقل إلى مساحات الأدب السوداني ونقف مع تجربة شبابية في الكتابة، ثم نختتم هذا المشوار بتجربة غنائية مميزة ومتفردة. أهلا بكم دائما متابعة ومشاهدة لظلال الأصيل. يا زاهية يا زاهية قلبي شل تجيبي يا لا هي يا لا 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 هي عبسك بي لو سبتي
في الليلة.